مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم. النجم الساحلي تمكن رسميا من تحويل أموال اللاعب الجزائري لحسين بن عيادة. اللاعب أعلم منذ قليل المحامي متاعه بوصول الأموال لحسابه البنكي، وبش يتم أعلام الفيفا بهذا الإجراء، وبالتالي رفع المنع من الانتداب رسميا منتظر خلال الساعات القليلة القادمة. بالنسبة لآخر أخبار الميركاتو، الملعب التونسي توصل الاتفاق مع المدافع المحوري الدولي التوغولي كلوزي أوكبوزو من أجل التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي القوة الجوية العراقي. أوكبوزو عمره 30 سنة، سبق له لعب في تونس مع الأولمبي الباجي، وهو دولي توغولي منذ 2019، عنده في رصيده 17 مباراة دولية. النادي الإفريقي اقترب من التعاقد مع المهاجم الدولي الكاميروني جول أرمون كو. اللاعب هذا عمره 25 سنة، أنهى الموسم الماضي هداف للبطولة الكاميرونية ب 22 هدف مع نادي إفسي ليزيستر. اللاعب موجود حاليا في تونس، وإمضاء العقد منتظر خلال الساعات القليلة القادمة. النجم الساحلي تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الهجومي نزار السميشي لمدة 3 سنوات قادما من مستقبل المرسى. أولمبي الباجي باش يخوض مباراة الجولة القادمة من البطولة نهار السبت ضد مستقبل جابس على أرضية ملعب مجز الباب دون حضور الجمهور بسبب العقوبة اللي صالتها مكتب الرابطة على الفريق منذ الموسم الماضي. ذكروا أنه ملعب بوجمعة الكميتي بباجة غير جاهز لاحتضان المباريات بسبب تواصل أشغال الصيانة وإعادة التهيئة. بالنسبة لآخر أخبار الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية في تشامبيونز ليج، ذهب الدور التمهيدي الثاني. اتحاد المونستيري دخل البارح في تربص في تونس استعدادا لمواجهة نادي مولدية العاصمة الجزائري نهار الجمعة مع 6 في رادس. تذاكر المباراة متاحة من البارح في المونستير ويوم المباراة في قاعة بوهيما برادس. الترجي الرياضي واصل تحذيراته لمواجهة نادي ديكادا الصومالي نهار الأحد مع 5 في رادس. عملية بيع التذاكر في البارك بي بدأت البارح وتتواصل اليوم لأصحاب الاشتراكات، وبداية من غدو حتى يوم المباراة تنطلق عملية بيع التذاكر لبقية الأحباء. الأسعار تتراوح بين 10 و50 دينار. بالنسبة للتشامبيونز ليج نمشي لكأس الكاف، الملعب التونسي يستضيف نهار السبت مع 7 اتحاد العاصمة الجزائري في رادس. التذاكر متاحة بداية من اليوم في ملعب الهادي نايفر بباردو وكذلك في مقر النادي. نهار الأحد مع 4 في الطيب المهيري نادي صفاقس يواجه روكينزو البوراندي. عملية بيع التذاكر انطلقت اليوم في الطيب المهيري وتتواصل حتى نهار السبت، ونهار الأحد التذاكر متاحة في مقر النادي. في أخبارنا العالمية، أرسنال جدد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لمدة 3 سنوات، أي حتى 2027. أرتيتا يدرب في الجانرز منذ سنة 2019. أبرز إنجازاته مع الفريق هي التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي واقتلاع المركز الثاني في البريمير ليج خلال الزوز مواسم الماضية. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على السيت موزايكا فام.net.